مرحبا يا حلوين، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير الباستا. بدنا نعملها مع بعض مثل الشيبسي. عنا باستا مسلوقة، ملعقتين طعام طحين، نص ملعقة صغيرة بابريكا، نص ملعقة صغيرة عقدة صفرا، ونص ملعقة صغيرة ملح. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. عندي مطبقية، بحط المعكرونة بقلبها. بسم الله. برش طحين، بحاول الطحين نوزعهم، بسكرها. منجيب مطبقية كبيرة بالحجم عشان إذا عملناهم بهيدا الشكل خلطناهم ما يعجنوا. بعملها بهيدي الطريقة لينخلط الطحين مع الباستا. خلطناهم مع بعض. بعد ما حمي الزيت منيح على الغاز، هلا بنقلي المعكروني انا وياكم. حاول افصلهم عن بعض. بس اخذوا هيدا اللون الخفيف، هلا صفيهم وبحطهم بصحن مع محرمة. هذه الباستا بعد ما قليتها، هلا بحطهم بجات. بخلط الخلطة اللي عند البابريكا والعقدة وكلهم بخلطهم مع بعض والملح. هلا ابرش فوق هولي. كمان بغطي بالنايلون الخاص. بعملهم بهيدي الطريقة. شفتوا كيف عم يطرقوا على الجاط؟ بهيدا الشكل. هيدا شكلهم النهائي، شفتوا كيف بيقرشوا؟ هيدي الباستا اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى التعليق على الصفحة والإعجاب بالفيديو، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.